استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية معالي السيدة سوشما سوراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، وذلك لدى وصولها إلى زيارة رسمية إلى مملكة البحرين. هذا وستلتقي معالي السيدة سوشما سوراج مع كبار المسؤولين بمملكة البحرين، كما ستشارك في الاجتماع الثاني للجنة الهندية البحرينية المشتركة التي ستنعقد غداً.